باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة يا أولاد عاوز أكلمكم عن حاجة مهمة قوي في الكنيسة القبطية بتاعتنا اسمها الأسرار. يعني إيه سر؟ سر هنا مش معناه أن واحد بيقول لواحد حاجة في ودنه وبيقول له ما تقولش لحد، لا. سر في الكنيسة معناها ربنا بيعمل حاجة إحنا مش شايفينها، بس حاجة حقيقية وحاجة هنكسب منها كتير قوي، هنستفيد منها قوي، انما احنا مش شايفين كل المعجزة اللي بيعملها ربنا. فالسر ده زي معجزة كل يوم بتحصل في الكنيسة معانا. والسر ده بنقول انها نعمة، نعمة يعني هدية من ربنا، لكن الهدية دي بتحتاج ابونا، وبتحتاج الطقس يعني الصلاة اللي جوه الكنيسة، وبتحتاج حاجة كده مادة زي المية زي الزيت زي القربانة، عشان النعمة دي أو المعجزة دي تحصل من خلال المادة دي. عندنا في الكنيسة 7 أسرار: سر المعمودية اللي الطفل فيه بيبقى مسيحي، ورا منه بيجي سر الميرون زيت الروح القدس، بعد كده بنعيش بسر التوبة والاعتراف لما الواحد يبقى عامل خطية ويروح لأبونا عشان ياخد الحل والغفران، سر التناول اللي هو في القداس، سر مسحة المرضى لما يكون واحد عيان، سر الزواج أو الإكليل، سر الكهنوت اللي بيبقى الواحد فيه يتحول من شخص عادي إلى كاهن مخصص لخدمة ربنا. في كل سر من دول في نعمة زي ما قلنا، وفي حاجة احنا شايفينها لكن مش شايفين كل النعمة اللي بتحصل سرا، يعني بتحصل حاجة احنا مش شايفينها لكن مصدقين فيها. كل سر من دول يحتاج لازم لشرطين كبار قوي، يعني محدش ممكن ياخد السر ده إلا لما يكون مصدق إن ربنا بيعمل حاجة فعلا، والحاجة دي زي المعجزة. ومصدق دي اللي بنسميها إيمان، يعني عنده إيمان، وكمان يكون تايب. يعني إيه؟ مش بيعمل حاجات وحشة بمزاجه، حتى لما بيغلط بيرجع يقول له يا رب سامحني مش هعمل كده تاني. فيبقى في كل الأسرار في شرط الإيمان وفي شرط التوبة، يبقى الواحد مصدق والواحد دايما بيقول له يا رب سامحني على اللي أنا عملته وساعدني ما أعملش الحاجات الوحشة دي تاني. تعالوا نبتدي بسر المعمودية. سر المعمودية يجي البيبي الصغير بعد ما يتولد من مامته، هو لغاية دلوقتي مش مسيحي، هو اتولد من مامته بس، لكن ربنا قال لنا في ولادة جديدة، يعني يتولد مرة تاني بس من السماء. طب هيتولد من السماء ازاي؟ ربنا قال هيتولد من المية لما يبقى فيها الروح القدس. طب نجيب منين المية اللي فيها الروح القدس؟ عندنا في كل كنيسة في حاجة اسمها جرن المعمودية، حوض كبير كده بيبقى فيه مية، وابونا بيصلي قداس طويل اسمه قداس المعمودية، وفي الاخر بيحط عليه زيت الميرون زيت الروح القدس عشان يبقى الماء والروح. والطفل ده بنيجي نغطسه في المية دي 3 مرات باسم الاب والابن والروح القدس، ساعتها الطفل ده يبقى اتولد من السماء، اتولد من فوق، ودلوقتي بقى بابا ربنا مش بابا الاستاذ فلان، لا خلاص دلوقتي بابا هو ربنا. ولازم واحد يبقى اسمه الاجبين، يعني مين الشخص المسؤول انه يربيه؟ ابن ربنا. يعني فكروا دايما انت ابوك ربنا، لازم تعمل زيه، لازم تسمع كلامه، لازم الناس تشوفك كواحد كده شبه ربنا في كل حاجة. الاجبين ده غالبا بيبقى مامته او باباه، عشان هما اللي هيعلموه كل الكلام الحلو اللي قاله ربنا يسوع في الانجيل. لو جه واحد كبير عاوز يتعمد لازم نطمن انه عنده انهي شرطين. احنا قلنا شرط الايمان وشرط التوبة. يبقى لو كبير لازم نبقى متأكدين انه هو صدق كل حاجة قلناها له وحافظ قانون الايمان وفهمه، وكمان عايز توبة، يعني ايه؟ بيبعد عن الحاجات الوحشة قبل ما يتعمد. سر المعمودية يبتدي الاول ان احنا نصلي لمامة البيبي ده، لان بتبقى بقالها مدة ما تناولتش، ونديها الحل. الحل يا ولاد معناه ان ابونا بيحط الصليب فوق راس الواحد ويصلي له ان ربنا يديله غفران خطايا عن الخطايا الوحشة اللي عملها بعد ما يعترف بيها قدام ابونا.
بعد كده البيبي بقى بنصلي له صلاة كده عشان يعني لو في شياطين وحشين بيحاربوه يبعدوا عنه، وندهنه بزيت اسمه زيت العظة عشان يحميه من الشياطين ومن الحاجات الوحشة طول حياته، ويخليه لما يكبر يحب كلام ربنا. بعد كده واحنا بنصلي بنخلي بابا ومامته يعترفوا بالإيمان بالنيابة عنه، هو مش هيعرف يتكلم لأنه بيبي صغير. طب مين اللي هيقول الإيمان بداله؟ احنا قلنا الإيمان شرط للمعمودية، تقف مامته تقول أنا مسؤول عنه وأنا أول ما هيكبر هحفظه الإيمان ده وفهمه له. فنقول لها طب تقول أنت الإيمان بالنيابة عنه لغاية ما يكبر وهو يقوله في كل قداس بالحقيقة نؤمن بإله واحد. فيقف بابا ومامته وكل اللي هيربوه يعترفوا بالإيمان. قبل ما يعترفوا بالإيمان يقولوا احنا بتوع ربنا، احنا مش بنعمل حاجات وحشة، فبنسميها صلاة جحد الشيطان. جحد يعني بنقول له امشي بعيد، زي ما ربنا يسوع قال للشيطان اذهب عني يا شيطان. فيبقى مامته وبابا بيقولوا ابعد يا شيطان عنه وعننا، احنا بتوع ربنا وهنحافظ على كل كلمة ربنا قالها. بعد كده بندهنه بزيت تاني اسمه زيت الفرح الغليلاون. زيت الفرح ده عشان يعيش فرحان بربنا طول العمر لغاية ما يروح السماء في الآخر. وبعد كده نضغط نقلعه كل حاجة عشان ينزل عريان جوه المية بتاعة المعمودية، ونغطسه زي ما قلنا 3 مرات، يبقى كده كأنه مات واتدفن مع ربنا يسوع. وبعد ما يسوع مات قام من الموت، يبقى هو كمان يطلع من المية كأنه قام من الموت، ودلوقتي بقى إنسان جديد، بقى ابن ربنا، بقى مولود من فوق، بقى قديس، بقى شبه المسيح. كل ده بتعمله المعمودية فيه. وعشان نثبت النعمة دي فيه ندخل على السر التاني على طول. أبونا بيمسك زيت الميرون ويصلي ويقول له يا رب خلي الروح القدس يسكن في ابنك ده، ويدهن حتة حتة في جسم البيبي. يدهن رأسه عشان يفكر زي ربنا، يدهن عينيه عشان يشوف زي ربنا، يدهن ودانه عشان يحب ويسمع كلام ربنا، يدهن بقه لسانه عشان يقول كلام حلو زي ربنا، يدهن ظهره وبطنه عشان يبقى قلبه دايما بيحب ربنا، يدهن كل حتة في ايديه ورجليه عشان يعمل الحاجات اللي قالها ربنا ويحب يروح الكنيسة، ويبقى جسمه كله بقى بتاع ربنا. زي ما بندهن الهيكل كده ويبقى الهيكل ده ما ينفعش نعمل غير الصلاة عليه، يبقى الإنسان كمان بقى زي الهيكل، كل حتة فيه بقت ملك ربنا. بعد كده بنلبسه اللبس الأبيض الحلو عشان نقول له أنت بقيت زي الملائكة، بقيت كلك أبيض، مبقاش في أي حاجة وحشة. ونحط الشريطة الحمراء اللي بنسميها الزنار، نربطه كده زي الصليب عليه عشان نقول له أصل اللي خلاك أبيض حلو كده دم ربنا يسوع. فالشريطة الحمراء بتفكرنا بدم ربنا يسوع اللي خلانا حلوين كده وزي الملائكة، ومكاننا في الآخر في السماء مع كل الملائكة. البيبي الحلو ده اللي اتعمد بتاخده مامته بعد كده تدخل بيه القداس وتصلي القداس مع الناس، وبعد كده يتناول لأول مرة لأنه ما كانش ينفع يتناول وهو مش متعمد. دلوقتي متعمد وخد الميرون، يبقى بقى قديس وبقى ابن للكنيسة وبقى ابن ربنا، فيتناول زي كل الشعب. ولأنه أول مرة يتناول الشعب كله بيعمل له زفة كده بعد القداس عشان نقول إن احنا عندنا واحد جديد بقى معانا في الكنيسة وبقى حتة مننا، كلنا كده زي جسم واحد وكل واحد فينا حتة في الجسم ده، ورأس الجسم ده كله ربنا يسوع له كل المجد. وده كان سر المعمودية وسر الميرون. البيبي ده بقى بيكبر ويروح الكنيسة كل أسبوع يتناول مع مامته وباباه، وبعد كده بيروح مدارس الأحد ويحفظ ألحان وتراتيل ويحفظ مزامير وآيات. وهو بيكبر كده بيعرف إن في حاجات وحشة مش مفروض يعملها. مرة يكذب يبقى عمل حاجة وحشة، مرة يشتم يبقى عمل حاجة وحشة. فمامته تقول له بص بقى لازم تروح لأبونا عشان تقول له الحاجات الوحشة اللي انت عملتها عشان ما تعملهاش تاني، وعشان ربنا يسامحك عليها كلها. ده سر ايه يا ولاد بقى؟ سر التوبة والاعتراف. فهو يصلي الأول ويقول له يا رب سامحني لأني شتمت، لأني كذبت،
لأني عملت حاجات وحشة. وبعد ما يصلي يدخل لأبونا، وأبونا بيقول أبانا الذي، وبعد ما يصلي أبانا الذي يقول له عاوز تقول لي إيه؟ فيقول له يا أبونا أنا عملت حاجات وحشة زي الكذب وزي الشتيمة، ومش هعمل كده تاني يا أبونا على قد ما هقدر، وأنت خلي ربنا يسامحني. فيقول له طب هات راسك يا حبيبي، ويحط راسه تحت إيد أبونا، وأبونا يمسك الصليب ويصلي التحليل كأن الصليب ده بيشفط كل الخطايا اللي عملها من جوه، وياخدها يحطها على راس ربنا يسوع نفسه، لأن هو الوحيد اللي يقدر يدفع تمن الخطايا دي كلها ويشيلها كلها بدمه. فيقول له خلاص تطلع من هنا بقى، ما تعملش كده تاني، وتحافظ على الصلاة والإنجيل والقداس وكل حاجة حلوة تعملها، وكل حاجة وحشة تبعد عنها. يطلع فرحان قوي، يقول انا تاني يوم هروح اتناول بقى، لاني حاسس كاني اتعمدت تاني. وطبعا الواحد بيتعمد مره واحده بس، لان ربنا يسوع مات مره واحده وقام مره واحده، لكن التوبه دي هتفضل كل شويه نروح لابونا ونتوب ونعترف ونرجع تاني، نحاول ما نغلطش، ولو غلطنا نرجع تاني نروح لابونا نتوب ونعترف، لانه زي ما الواحد كده يمشي في الدنيا ولا يلعب كورة وبعدين يعرق شوية لازم يروح ياخد دش ويستحمى، احنا كمان لازم كل شوية نيجي نعترف عشان نشيل الحاجات الوحشة اللي عملناها. بعد كده بنروح القداس بقى، وانتوا عارفين القداس ده بقى احلى صلاة عندنا، كل الكنيسة بتجتمع ونيجي من بدري ونحضر في الاول حاجة اسمها رفع بخور باكر. يعني ايه؟ ابونا بيمسك الشورية ويرفع البخور لربنا ويطلب عن الناس العيانين والناس المسافرين والناس اللي سافروا السماء راحوا السماء قبلنا والناس التعبانين في كل المشاكل، ويطلب عشان كمان أبونا البطرك، ويطلب عشان الكهنة والأساقفة والخدام، ويطلب عشان الفقراء، وعشان كل حاجة في الدنيا دي محتاجة صلاة. وطبعا في رفع بخور بنقرأ المزمور وبنقرأ الإنجيل عشان نفرح بحضور ربنا وسطينا. بعد كده أبونا بيلبس اللبس الأبيض لأنه هيعمل القداس فيبقى شبه المسيح، والشمامسة كمان يلبسوا اللبس الأبيض عشان يبقوا شبه الملائكة. وبرضو نرجع تاني ونقول بيلبسوا الشريطة الحمراء، هنا اسمها البدرشيل، عشان يفكروا نفسهم تاني إن الهدوم البيضة الحلوة دي جات عشان دم المسيح اللي خلاهم لابسين أبيض وشبه الملائكة. القداس في الأول أبونا بيصلي الإجبية المزامير، وبعد كده بيتقدم له الحمل. ايه الحمل بقى؟ الحمل هو القربانات، بنسميها الحمل، الحمل يعني الخروف، لان ربنا يسوع هو الخروف اللي اتذبح عشاننا، هو الحمل اللي مفهوش ولا عيب. فنقدم لابونا طبق الحمل كده اللي هو فيه 7 قربانات او 9، ياخد منهم احلى واحدة عشان يقول دي اللي هتبقى شبه المسيح، الباقي كله زي بقية الناس فيهم حاجات ايه، اخطاء، لكن ربنا يسوع هو الوحيد اللي مفهوش ولا غلطة. وبعد كده بعد ما ياخد الحمل يعمده، يعني يحط شوية مية صغيرين على القربانة، وبعدين يبتدي يصلي القداس. واحنا في القداس كلنا بنوطي راسنا للأرض، وابونا بيقول لنا انا هديكوا كلكم حل، يعني زي اللي بتاخدوه في الاعتراف، بس كل واحد يبقى بيراجع اب اعترافه عشان لو عمل حاجات وحشة لازم يتوب عنها قبل ما يتناول. بعد كده الشمامسة بيقروا لنا حتت من الإنجيل، حتة من رسائل بولس الرسول، حتة من الرسائل اللي كتبوها ناس تاني غير بولس بنسميها الكاثوليكون، حتة من سفر أعمال الرسل عشان نسمع الكنيسة كانت عايشة ازاي زمان. وابونا كمان يكمل على القرايات دي ويحكي لنا اليوم اللي بنصلي فيه القداس ده هو حفلة لإيه، هو عيد مين، لأن كل يوم في الكنيسة عندنا عيد. كتاب ده اللي بيقرأ منه اسمه السنكسار، اللي فيه أخبار القديسين وحكاياتهم اللي بتمشي معانا يوم يوم طول السنة. بعد كده أبونا بيستعد لقراية الإنجيل، وبنقرأ المزمور والإنجيل بتاع القداس عشان نعرف ربنا عاوز يقول لنا إيه النهاردة في القداس. وبعد كده أبونا بيشرح لنا الإنجيل ده في الوعظة، ويوصينا إن احنا نسمع كلام ربنا ونبعد عن الحاجات الوحشة، ونركز كويس في الصلاة وفي الإنجيل وفي محبة الناس.
بعد كده جوه القداس ابونا بقى بيحكي لنا كل اللي عمله ربنا من زمان لغاية النهاردة. يقول لنا ربنا هو اللي خلقنا وخلقنا شبهه، واحنا بوظنا الصورة دي لما عملنا حاجة وحشة، وبعدين بعت لنا ناس حلوين قديسين انبياء يقولوا لنا ارجعوا لربنا وبطلوا حاجات وحشة، وفي الاخر هو جيب نفسه ربنا يسوع له المجد واتولد من العذراء مريم، وبعد شوية مات على الصليب عشاننا وقام من الموت وراح السماء عشان يحضر لنا مكان. فاحنا كل ما ابونا يحكي حتة نقول صحيح احنا مصدقين، وكلمة مصدقين دي يعني امين. ولما نبقى مكسوفين من نفسنا عشان تعبنا ربنا قوي نقول يا رب ارحم او كريا ليسون. بعد كده ابونا يمسك الحمل القربانة دي ويبتدي يعمل زي ما ربنا يسوع عمل بالظبط، يرشم عليها الصليب، يقول وشكر وبارك وقدس، وبرضو الكاس يعمل معاها كده شكر وبارك وقدس، وبعدين نسجد كلنا عشان ابونا يقول لربنا يا رب ابعت روحك القدوس عشان يغير القربانة دي والكاس الى جسد ودم ربنا يسوع له المجد. نقعد نطلب من ربنا كل الطلبات اللي تيجي في بالنا، يا رب حافظ على الناس اللي حبايبنا، وحافظ على الكنيسة، وابعد عننا الحاجات الوحشة، وخلي بالك من الفقراء وللعيانين. وبعدين نفتكر كمان ان احنا في الكنيسة مش لوحدنا، احنا حوالينا ملايكة وقديسين فرحانين بربنا زينا، فنقول المجمع بتاع القداس عشان نحس بماما العذراء معانا، وكل القديسين والشهداء كلهم بيصلوا عشاننا، واحنا كمان بنصلي عشانهم لان احنا كلنا عيلة واحدة. في الاخر ابونا بيحكي لنا تاني يقول لنا عارفين هتتناولوا ايه ولا نسيتوا؟ ده جسد حقيقي لربنا يسوع، وده دم حقيقي لربنا يسوع، ونفضل نقول امين 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 قبل ما نتناول. بعد كده ابونا يوزع التناول، يبتدي بالشمامسة وبعدين الشعب، يدينا الجسد وبعدين يدينا الدم، وبعدين يختم الصلاة، ونروح فرحانين قوي ان احنا تناولنا جسد ودم ربنا. وده كان سر التناول. لو واحد فينا بقى جاله مرض صعب وما كانش عارف يعني يتعالج منه، ويبقى الدكاترة مش عارفين تعالجه مثلا، او تجربة او مشكلة كبيرة قوي، ربنا ساب لنا كده حاجة حلوة قوي اسمها سر مسحة المرض. موجود في الانجيل ان التلاميذ دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. فربنا يسوع علم تلاميذه، التلاميذ علمونا الحكاية دي، ان ابونا يصلي على زيت، والزيت ده يبقى فيه قوة شفاء من الأمراض الروحية والأمراض الجسدية. يعني إيه؟ يعني يساعد الواحد على التوبة، إنه يبطل يغلط ويخف من الكذب والشتيمة، لأن الحاجات دي زي الأمراض، ويخف كمان من أي حاجة وحشة، عيا أو مرض الدواء مش نافع فيه. أبونا بيجيب زيت ويحط فيه الشمعات اللي بنسميه القنديل، ويصلي 7 صلوات والناس تبقى صايمة زي القداس كده، وبعدين يرشم المريض بالزيت ده عشان يشيل عنه المرض وربنا يساعده ويقبل توبته. لما الواحد بقى بيبقى عاوز يتجوز، احنا مش ممكن الواحد يتجوز بره الكنيس، لان اللي هيتجوزها دي هتبقى بنت ربنا وهو ابن ربنا، يبقى اللي صاحب الجوازة دي ربنا نفسه. فبعد ما الواحد بيخطب خطيبته وبعد كده ابونا يكون مبسوط بيهم وبيصلوا كويس، يجي ميعاد الاكليل او ميعاد الفرح، يقفوا قدام المذبح قدام الهيكل يعني، بعد ما يدخلوا بزفة جميلة، هو بندخله بلحن زي الملك كده، نقول له بص على ربنا يسوع قد ايه عريس حلو، لانه ملك السلام، فانت كمان خليك ملك حلو زيه وتمشي في حياتك تبص على ربنا يسوع. وهي العروسة نقول لها شايفة العذراء حلوة ازاي، ملكة عن يمين الملك، خليكي شبه العذراء عشان جوزك يبقى فرحان بيكي وتبقي انتي ملكة وهو ملك. وبعدين ابونا بيرشم على الدبل باسم الاب والابن والروح القدس، وينقلها من اليمين للشمال عشان بقت ناحية القلب خلاص، يعني ايه بقوا ملك بعض هما الاتنين، مفيش غير جوازة واحدة طول العمر زي ادم وحواء بالظبط. بعد كده بنقرا الانجيل، بعد ما قرينا البولس عشان نسمع الانجيل قال لنا ايه، قال لنا ان الجواز ده زي علاقة المسيح بالكنيسة، زي ما ربنا يسوع بيحب كنيسته قوي، العريس لازم يحب مراته قوي، وزي ما الكنيسة بتسمع كلام ربنا يسوع كمان الزوجة لازم تسمع كلام جوزها في كل حاجة.
أبونا بيفضل يصلي: يا رب حافظ عليهم، يا رب اديهم بركة أبونا إبراهيم وسارة. فاكرين إبراهيم وسارة؟ يا رب ادينا بركة إسحاق ورفقة. فاكرين إسحاق ورفقة؟ ويفضل يطلب منه كده: يا رب باركهم زي ما باركت كل الناس، لغاية ما باركت عرس قانا الجليل، لأنك أنت دخلت الفرح بنفسك، خليك معانا في الفرح ده كمان يا رب. بندهنهم بزيت برضو، بنصلي عليه عشان ياخدوا حكمة وياخدوا كده فرح وبساطة ويحبوا بعض طول العمر. ونلبسهم أكاليل وبرنس كده عشان يبقى شبه الملك والملكة، عشان يفتكروا دايما ان هم جوه ملكوت ربنا، لازم يسمعوا كلام ربنا، ولازم يبقى هو شبه المسيح وهي شبه أمنا العذراء. بعد كده أبونا بيحط راسهم جنب بعض كده وبيقول: كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب. كللهما يعني حط الإكليل على راسهم، يبقى إيه الجواز ده اسمه إكليل. وبعدين يقول: باركهما أيها الابن الوحيد يسوع المسيح، ويرشم الصليب تاني. وبعدين يقول: قدسهما أيها الروح القدس، ويرشم الصليب تالت. وكده يبقوا هما الاتنين اتجوزوا كده. بعد كده يسمعوا الوصايا، يعني الكنيسة هتقول لهم يعملوا ايه. فأبونا يقول للعريس: بص بقى، انت استلمتها من ايد ربنا، تحافظ عليها وتحبها زي ما ربنا بيحبها، وتبقى عاوز تبسطها على طول وتريح وتبقى حنين عليه. وبعدين يجي كلام للعروسة: تسمعي كلام جوزك وترضيه في كل حاجة، وتبقي دايما مبسوطة وما تزعليهوش، عشان ربنا يديكوا حياة حلوة ويديكوا ولاد حلوين تفرحوا بيهم. بعد ما سمعوا الوصية يركعوا قدام الهيكل عشان أبونا يحط إيده عليهم، لأن إيد أبونا زي إيد ربنا، عشان أبونا بدل ربنا هنا، فيحط إيده على رأسهم ويقول لهم: كل البركة على رأسكم وفي بيتكم، وعيشوا بقى حسب الوصية، ويلا روحوا بسلام. يطلعوا بقى فرحانين من الكنيسة ويبتدوا حياتهم الزوجية، بيتهم الجديد يبقى بيت كله صلاة وبيت كله فرح وبيت فيه ربنا ساكن. آخر سر هكلمكم عنه هو سر الكهنوت. الكهنوت يعني إيه؟ يعني إزاي الواحد يبقى أبونا؟ وربنا يسوع له المجد هو اللي عمل السر ده، لما اختار تلاميذه واداهم سلطان قال لهم: اللي أنا بعمله أنتوا هتعملوه، أنا بغفر الخطايا يلا روحوا اغفروا الخطايا بس للي يتوب بس، وقال لهم: أنا بشفي أمراض يلا روحوا اشفوا أمراض، وروحوا بقولوا للناس الكلام اللي أنا قلته، عمدوهم وعلموهم كل اللي أنا وصيتكم بيه. فالكهنوت معناه أن ربنا يسوع بيشتغل فينا إحنا الأبونات عشان الناس تاخد كل اللي كان ربنا يسوع عاوز يديه للناس. فسر الكهنوت ده بدأ من أول ما المسيح عين تلاميذه الاتناشر، وبعدين 70 رسول، وهما بعد كده رشموا أبونا البطرك وأبونا الأسقف وأبونا القسيس، وبقى الحكاية ماشية من جيل لجيل لغاية النهاردة. بيجي الشماس ده اللي الناس كلها فرحانة بيه وبتقول ده ينفع أبونا، يصلوا له جامد، وبعدين يقعد مع أبونا الأسقف اللي هيرسمه، وإن كان في مصر يبقى أبونا البطرك. وبعدين إيه، بعد ما يتأكد إن هو مناسب يبقى أبونا، يصلي عليه جوه القداس ويحط إيده على راسه ويقول: خلاص أنت من هنا ورايح هتبقى كاهن، هتسيب شغلك وإيه، هتبقى مسؤول عن الكنيسة دي وعن الخدمة دي. وأبونا الأسقف ينفخ في وشه يقول له: اقبل الروح القدس النعمة دي، عشان دي هتخليك إيه، واخد موهبة خاصة إنك تبقى كاهن في العهد الجديد. وطبعا إحنا في العهد الجديد ككهنة بيسمونا وكيل أسرار الله. يعني إيه وكيل؟ يعني اللي ربنا بيعمله إحنا بنعمله بداله، وبعدين يرجع يسألنا يقول: عملتوا إيه؟ خدتوا الاعترافات بتاعه الولاد؟ طب اديتوهم الحل ولا لا؟ علمتوهم اللي انا قلته ولا لا؟ علمتوهم يحبوا بعض؟ شجعتوهم عشان ما يطلعوش بره الكنيسه؟ فيبقى الكاهن بيعمل كل اللي كان ربنا يسوع بيعمله هو على الارض. يبقى عندنا كام سر؟ عندنا افكركم 7 اسرار: سر المعموديه اللي بيولدنا من السماء، وسر الميرون اللي بيثبتنا في السماء، وسر التوبة والاعتراف اللي بيرجعنا تاني للسماء، وسر التناول اللي بيدوقنا السماء، وسر مسحة المرضى اللي بيشيل مننا أي حاجة وحشة تعطلنا عن السماء، وسر الزواج اللي بيخلينا ندوق السماء مع بعض كبيت مسيحي، وسر الكهنوت اللي بيسوق كل ده عشان ياخد كل الكنيسة ويدخلها السماء.
فالأسرار دي كلها نعم وبركات من السماء بتنزل لنا على الأرض جوه الكنيسة على إيد أبونا من خلال الطريقة اللي ربنا علمها لنا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين.